من أين يستخرج السكر؟ مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي وأحبائي في هذه الحلقة الجديدة. أرحب بكم فردا فردا وأشكركم على دخولكم لمشاهدتكم هذه الحلقة. وإذ كنتم مشاهدين جدد لأول مرة تشاهدونني فأنا رجل العلم. أعزائي، يستخرج السكر بشكل أساسي من قصب السكر في المناطق الحارة من العالم، كما يستخرج أيضا من شمندر السكر في المناطق الشمالية الباردة، بالإضافة إلى وجود أنواع من سكر الفواكه التي تستخدم كذلك للتحلية وصنع الحلويات المختلفة باختلاف أنواعها. فبالتالي أعزائي، أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وألقاكم بإذن الله في حلقة أخرى وجديدة.